تم افتتاح مركز المعالجة الفيزيائية في مدينة إدلب، وهو راح يكون أحد المراكز التابعة لفريق ملهم بشكل كامل. المركز تم افتتاحه بناء على الطلبات اللي عم تجي من الناس اللي بحاجة لمعالجة فيزيائية. دائما المراكز اللي موجودة في المنطقة هي غير كافية لمعالجة المرضى. هذا المركز راح يكون فيه أجهزة نوعية، وراح يكون فيه شغلات متخصصة ضمن كادر صاحب خبرة ليداوي الناس اللي بحاجة لمعالجة بشكل كامل وبشكل مجاني. المركز فيه كتير أجهزة متطورة، ومن أحد الأجهزة المميزة في المركز هو جهاز المدمج بالرافعة مع بساط المشي اللي بيدعم حالات الأزياد الدماغية، تمام، وأزياد الأطفال بيعانوا من تأخر تطور حركي، بيساعدهم كتير على المشي وعلى التوازن، وبيدعمهم كتير في موضوع التوازن والوقف والوقوف والمشي. ضفنا شغلات حلوة على المركز لتأهيل أزيات الأطفال اللي بيعانوا من تأخر تطور حسي وحركي، طبعا لتأهيل التكامل الحسي والفكري عندهم من الأدوات الانشغالية. ممكن تكون مفقودة في بعض المراكز، بس ولكن هاي نحن التشكيلة ضفناها للرفع من مستحسين التأهيل الحسي والفكري عند الأطفال.